هلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيستمع. احنا اصحابي كما انتم شايفين شباب، نزلت اليوم كثير من الاحداث، يعني شيء اسطوري. لوز اللوز سو ليز اند جنتلمان، قبل باش مقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. لا تاخذون شباب، يعني عم بحكي بسرعه وتعبان لانه من شوي طلعت ست طوابق حبايبي الكرام. اوكي، اول شيء ندخل على بطاقات المقاتله شباب. مثل ما انتم شايفين عندنا هول الام بي 5 موجود على اليمين يا اساطير. طبعا انا درت شوي، كنت عم صور من شوي، ما كان التسجيل شغال. سو حبايبي حبيبي والله، انا هون ام بي 5 تمام، وانا قنبله هاديكون. اوكي يا شباب، مثل ما انتم شايفين شباب، وصلت لاول ثاني ثالث رابع خامس شباب. ليك شباب الحلوين، تعرفوا الحظ بيض مثل كل مره، تعرفوا يعني البيض بيض. اوكي، هي عطلنا على دول، والله حلو هدول الصناديق، حلو حلو. اكيد راح يطلع لنا هلا القنبله، ما اعرف هي قنبله هادوكن ولا ام بي 5 شباب. اوبا يا بوي حبيبي والله. اوكي شباب، هيك بنكون حصلنا على القنبله والام بي 5. طبعا هون شباب في كثير احداث اليوم، عندنا الواجهات الخاصه للفري فاير، عندنا هون تغير اللوبي تغير. راح هيك شباب راح افرجيكم اللوبي، عندنا هون تغير شباب بشكل اللوبي، وعندنا هون الاحداث الموجوده شباب. عندنا من صفر من صفر من من اليوم 2 بشهر ل 13 بشهر عندنا راح نحصل على الكثير من الجوائز حبايبي. مثل ما انتم شايفين عندنا هون التيشيرتات وما التيشيرتات والحدث الفري فايتر. اوكي فري فاير فري فايتر يا بوي حبايبنا. طبعا خلينا ندخل على الحدث. اوكي طبعا هون في على اليمين شباب موجود هي اللعبه هي. اوكي ندخل عليها شباب حبايبنا. طبعا هون شباب مثل كل مره نضرب توكن، نضرب ما نضرب، يضربنا ما نضرب حبايبي، عشان هون موجود تحت عنا الدم. اوكي لما نضرب وحده هون عنا بيعطينا واحد من الدم، يعني بضرب نقص واحد من الدم للعدو. اوكي 20 30 نفس الشيء، ينزل ضربتين 30 نقطة، والهون الحمراء شباب ينزل يعني 50 80. اوكي شباب لو ما تشايف فوق شباب باين هون انه في اكثر من حياه ظاهر لهذا، لهيك الحدث رح يطول شباب. لهيك نعمل نضرب اول ضربه يا بوي حبيبي والله، هو بيضربنا كمان 10 10. اوكي انا هون على اليسار شباب مهمات اليوميه، طبعا هون حصلت على وحده شباب. المهمات اليوميه شباب هون عندنا اكمل لعبه الفري فاير في اي وضع نلعب، وناخذ يعني نقاط ضرر 300 وناخذ منهم هدول توكنات عشان حبايبنا نستبدلهم بجوائز، يعني مثل كل مره شباب حبايبي. هون عندنا الحقيبه شو اسمها هي المظله. اوكي ليتس اند جنتلمان، طبعا شباب اليوم راح نكون على البث المباشر. اوكي حبايبي كل يوم تقريبا، يعني بث طويل حيكون. خلينا نشوف هذا المعدل، هذا الام بي 5 شباب عندنا هون معدل اطلاق النار 2، طبعا هذا سريع شباب، وهذا عندنا هذا ثواني يا بوي ثواني اسمع الصوت حبيبي والله شي لوز. خلينا نشوف القنبله شباب، القنبله وين القنبله؟ قنبله معلم، شوف هيك هيك شكل القنبله شباب، والله شي مرتب حلو. اوكي شباب الان رح ندخل نجرب، طبعا رح نشوف الاحداث الثانيه موجوده شباب هون على اليسار لما تدخلون على التقويم هون على اليمين. اوكي عندنا هون الاحداث اللي قلت لكم عليها شباب، هون عندنا 13 شهر، هون الشهر يوليو. اوكي هون بلش حاطينهم باليمين، يعني 2 3 4 والى اخره شباب. موجودات الاحداث والهدايا شباب، يعني مثل كل احداث شباب، ما بدي اشرح لكم ادخل بالتفاصيل لانه يعني بتعرفوا شباب دائما يعني نفس الشيء بنحصل على جوائز، بناخذ توكن بنجمع بنلعب بناخذ توكن وحبيب والله. احداث الموجوده شباب هون نفس الشيء، هون تسجيل دخول وبنحصل على افاتار وما افاتار واشياء باللوز. هون نفس الشيء شباب، اللعب 60 دقيقه بنحصل على هذا السكين الرويال باتل، نفس الشيء العب في وضع المصنف العادي بنحصل على هالطاوه حبيبي والله باللوز. وشو كمان هون بنحصل على البويات وما بويات شباب، هون تحدي النجاة النجاة 80 دقيقة، يعني بنلعب ونحصل على التوكنات هدول، مو توكنات الرومات حبايبنا. لايك شباب خلينا ندخل نجرب الان، حان وقت التجريب ال ام بي 5 ليتس جو شباب. طبعا حبايبي باقي للسيزون الجدد باقي له 7 دقائق من هذا الوقت. لايك شباب راح نكون بعد الفيديو هذا راح ننزل نطلع لكم ننزل فيديو على الفيسبوك، لا طول بالك عليكم رح نكون بس مباشر على الفيسبوك يا اساطير. لهيك شباب كلش متحمس، الشباب عم ينتظروني حبايبنا الكرام. خلينا نجرب الام بي 5 ونشوف وضعه شباب، نعمل هيك رح نحط الام بي 5 بقطعه بدون قطعه. اوكي شباب هات لنشوف. اوكي هذا موجود، تعالوا شوي نعمل هيك، هذا 26 26
جميل جدا. راح نلقى تبع القطع شباب، لانه اغلب الاوقات بنشوف تبع الام بي فايت تبع القطع، يعني والله مش مش يعني كمان شيء مرتب. اغلب الاوقات لا بطلع من ندخل يعني بام بي 5 تبع القطع. خلينا ندخل شباب نجربه يا ستير. ليتس جو حبيب والله. ووو هيد شوت. اوبا يا سلام عليك. هذول معلم معسكرين مصر. اوكي شباب، طبعا شكل ام بي 5 مثل ما انتم شايفين والله شكله حلو يعني وشي مرتب. طبعا راح ينزلوا كثير اسلحه شباب، احداث الستريت فايتر فايتر ولا ما اعرف كيف. بالنسبه للام بي 5 شباب شي لوز اللوز مرتب ماشي ماشي يعني اول طلقات يعني. هذا شو حبيب والله. طبعا انا شباب راح ابدا احمي بس بعد شوي، لان راح العب على الصوت على دور باستر يا اساطير. وشي كثير مهم شباب، لا تنسوا تشاهدوا المقطع اللي نزلته على اساطير، وبعد شوي تابعوا على اليوتيوب على الفيسبوك. راح ننتقل للصوت بكره. بس الام بي 5 شباب البربر 19 شات وسريع شتات باللوز حبيبي والله. شيء مرتب شيء مرتب فيري مرتب معلم. اوه والله بمدعي ماشي مش يا زلمه، يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك معلم. تعال ابدا وين الجميل وين 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 يا بوي يا بوي يا اخي والله شيء مرتب. ابلع شباب بنحمل عم نحمل اصابع شباب، لانه بعد شوي رح تطلع الملعب. شو هذا شكله مبسوط من نفسه معلش. تعال شباب نحمل لعب شوي، نحمل اصابع عشان نفتح البث. رح نكون بانتظار حمي شوي. رحت السعوديه جرب مستر يا اساطير يا بوي يا بوي حبيبي والله بوي يا بوي. يا سلام عليك معلم. اوكي شباب خلينا نطلع يا اساطير، نرجع نعمل طلب. نحاول والله ما نقدر نستعمل القنبله هون. حاول حبينا نشوفها شباب، بس ولكن للاسف شديد ما نقدر نشوفها. اوكي شباب خلينا نطلع شباب نعمل طلب سريعه للاحداث الموجوده يا شباب. نرجع على التقويم. اوكي طبعا هون عندنا الاحداث، هدول احداث شباب. طبعا شباب نزلت لكم فيديو للفاير باس، اللي ما شافوا يروحوا يشوفوا حبايبي كمان شيء مرتب. شو كمان هدول هن شباب اعتقد. طبعا شباب هون رح افرجيكم اول ما ندخل على اللعبه صار في تحديث خفيف شوي لهيك يا اساطير. ما بنعرف شو رح يكون موجود بهذا التحديث. اوكي انا هون التوكن شباب نفس الشيء، تجميعات التوكن البطاقات والشيبة، هدول الاشياء اللي حبيت نشوفها مع بعضنا يا اساطير. ما في شيء جديد. اتس اوكي. سو ليديز اند جنتلمن حبايبي الكرام، هيك بيكون تم مقطع اليوم لليوم يا اساطير. لا تنسوا تجوا على الفيسبوك بعد شوي، رح نطلع لايف تقريبا بعد نص ساعه. اوكي حبايبي بنشوفكم على خير، بنشوفكم بعد شوي. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتجات، واللي ما شاهد الفيديو القناه الثانيه يروح يشوفه، والفيديو اللي فات بهذا بهذه القناه يروح يشوفه شباب، لانه شيء لوز لوز. بنشوفكم على خير يا اساطير. تشاو.